كيفك يا قطوطة؟ فوتي تقبشيني، فوتي فوتي. أهلا وسهلا. كيفك خولة؟ تقبشيني، شو مشتاقة لك. وين انت؟ ما حدا بيشوفك ولا حدا بيلمحك. تقولي مسافرة مو هيك؟ الحق معك، بس الشغل آخد كل وقتي وما بوصل لآخر النهار إلا فنيانة من تعبي. علي عليكي، الله يعطيكي العافية. شاء الله توظفتي؟ إيه، توظفت من سنة تقريبا. وبمعاش محرز ولا هات إيدك والحقني؟ لك يا ستي اللي بيرضى بيعيش. تقفشيني، إلهي إلهي وسيدي مولاي، يبعث لك ابن الحلال اللي يرضي قلبك وخاطرك. حلك لأن سحر، مو حلك أنتي. ولا يهمك خولة، ابن الحلال على الطريق. شو هالحكي؟ وانخطبتي كمان؟ الله يسمعنا الأخبار الطيبة. أخ نفتي. مو انخطبت انخطبت، بس يعني لسه عم ندرس بعضنا. وإن شاء الله العريس محرز. ما بعرف. لا هاي القعدة بدها فنجان قهوة مشان ناخد ونعطي على رواق. جاي معك. تعالي. يعني أنت بعد 17 سنة جواز أكيد صار في عندك خبرة أكتر وتجربة أكبر، وأنا بصراحة مالي عرفانة شو هي أهم الصفات اللي لازم أسأل عنها واللي على أساسها بقدر أعتبر إنه زواجنا ممكن يستمر وينجح. لك آخ آخ، يا ريت قبل ما انضربت على قامتي وتجوزت جوزي صح لي شي حدا أسأله نفس سؤالك لحتى أتنور وأعتبر. بس يا حسرة بعمرك يا ريت ما عمرت بيت. يعني برأيك عن شو لازم أسأل أكتر شي؟ إيده. اسألي عن إيده، ماسكة ولا لا؟ ضابة ولا لا؟ شادة ولا لا؟ إيده؟ طبعاً حاكم الرجال ما بيكون رجال عن حقه حقيقي إلا بكرمه بالخيرات بقى اللي بفوتها على بيته، لأنه كرم الرجال بيغطي على كل عيوبه الشرعية. معقول؟ إيه، ليش ما بتعرفي أنت قصة الأحوال؟ أنه أحوال؟ قال كان في رجال أحوال، كل ما بيفوت على بيته بيفوت هو حامل ومحمل لقراريط أدانه بالأكل والشرب والهدايا والخيرات. قام مرة وبعد 20 سنة فات على بيته وإيديه فاضية، قامت اطلعت مرته بعيونه وقالت له ولي على قامتي عليك، شو أنت أحوال؟ هالقصة حقيقية؟ ما بعرف، بس خدي عبرة، خدي عبرة من هالكلام بقى. لا تسألي لا عن شي ولا عن شي، يعني اسألي على كرمه وبس. إذا كريم أوعك تطيريه من إيدك، وإذا بخيل اللهم عافينا، الله يسعده ويبعده، اهربي منه سفر سنة. بعدين أنا شو شفت من حياتي؟ سمي الموت، ما شفت شي. بقى مالي عرفانة يا جمانة عن شو لازم أسأل أكتر شي؟ دمه. تسألي عن دمه تقيل ولا خفيف؟ سميك يعني ولا هيك لطيف؟ عسل يعني ولا ما بيتقطع بالسكاكين؟ دمه؟ إيه طبعاً، لأنه كله إلا تقل الدم. وشيت إن الوحدة تقضي كل حياتها يعني مع رجال غليظ وسئيل وسميك ودمه تقيل، إلا تواخذيني يعني هي مو عيشة النوم لهالدرجة؟ لكان لكان يا سحر، هذا عمر بتكون تعيشوه أنتو اثنين، شو مفكرة لكان؟ بقى أقل منا إنه الوحدة تعيش مع رجال معشراني ولطيف وظريف وبينكت وبيقرق. إذا خير الله شو كم مرة بدك تعيشي أنتي؟ الحق معك، عمر واحد. ها بقى إذا كان جوزك دمه خفيف بتعيشي معه عيشة العمرين. آه ولي على الحظ اللي إلي، ولي على حظي ما أتعسه. شو شفت أنا من حياتي؟ سم الموت، أنا ما شفت شي. أول شي وقبل كل شي بالعالم بدك تسألي عن راسه. راسه؟ طبعا. يا ترى فاضي ولا مليان؟ معطل ولا عم يشتغل؟ محرز ولا مثل البطيخة المبسمرة؟ راسه طبعا سحر، لأنه عيشة الفهيم مع البهيم داء دفين. ليش ما بتعرفي قصة هذا يلي قال بحفر البير بإبرتين وفضي البحر بطاستين وبكنس الصحراء بعودتين ولا بعاشر البهيم ثانيتين ولا بحكي كلمتين؟ بقى شلون إذا الواحد بدأ تعيش عمر بحاله مع شخص بتحاكيه من الشرق بجاوبه من الغرب؟ هيك قلتك؟ معلوم سحر معلوم، ما بدها اثنين يحكوا فيها المسألة. صحيح الحياة فيها المهم، بس كمان فيها الأهم، والأهم هو هاد، لأنه بدونه ما بيعود فيه حياة. هاي أنا قدامك مثلا. إيه أنا شو شفت من حياتي؟ سم الموت، ما شفت شي. تعرف شفيق جعت. إيه ما حلك جوعي؟ شلون ما حلي جوع؟ الدنيا صارت الظهر وصار وقت الغداء، الساعة صارت تنتين. إيه شو يعني كل ما صار وقت الغداء لازم الواحد يتغدى؟ إيه شو أنت بتاكلي على الساعة؟ لك جعت شو أعمل بحالي يعني؟ تعي تهيني، أعطينا شي عرموز ظريف.
يسلموا. تفضل معلم. سكي. شو ها؟ عرنوز درا، شو ما بتشوفي انتي؟ ايه ليش هاد؟ ليش؟ مشان نطعميه للبط يعني؟ مشان تاكليه. منه غدا ومنه تسكيت الجوعة. دخلك كيفه؟ كريم؟ كثير، كثير كريم. وأنا بصراحة عملت بنصيحتك وتأكدت من هالشي بنفسي. إيه الله يتمم على خير لكان. وإمتى العرس إن شاء الله؟ بعد أسبوعين. بس لهلأ محتارين، نعمل عرس ولا نروح شهر عسل؟ طبعاً روحوا شهر عسل. لشو العرس والتكاليف اللي بلا طعمة؟ بس مشان تجي الناس تاكل وتشرب وبعدين تطلع بالعرس ميت علة وعلة. لا، شهر العسل أضر وأبدع منه. بتروحوا بتغيروا شكل وبتشوفوا أراني جداد وناس جداد، ومنه بتوعوا على بعضكم شي جمعة أو جمعتين زمان. لأنه أنا بيني وبينك لاحقين بكرة على الوع والويع والرقد والفعي. يا والله بكرة ما راح يصح لكم دقيقتين على بعضهم تقدروا تاخذوا وتعطوا فيهم على رواق. لأنه معلومك الجواز لبشة، لبشة رسمي مو كيف من كان. انتي هيك شايفة؟ انتصحي مني أنا ولا تغلطي نفس غلطي. هي شحني أنا، عملت عرس وعزمت عالم وأمم وضيافات وصرر ملبس وورد وزنبق، وبعدين آخر هالشي ضربت على قلبي ضليت قاعدة بأرضي، لا رحت شهر عسل ولا تأمأمت. شو إجاني دخلي؟ يا حصرتي على حالي، ما إجاني شي. وشو شفت أنا بحياتي؟ اسم الموت، ما شفت شي. طبعاً العرس أهم. شو فكرة لك؟ في أحلى منا إن الوحدة تلبس بدلة بيضة وتحط الطرحة على راسها وتمسك بإيد عريسة وهي عم تتمخطر على الميلين لما بتفوت على الحفلة. هيك قلتك؟ إلا كان شو؟ شو في سحر؟ كل شيء ممكن بالحياة يتعوض إلا هالليلة، وفرحة هالليلة ما ممكن تتعوض. والله ما بعرف، لساتني محتارة. لا تحتاري ولا شيء. شهر العسل حبيبتي بينعمل إمتى من كان؟ بينعمل بعدين. بس العرس، العرس هذا اللي إذا ما نعمل هلأ خلاص راحت عليكي هالفرحة طول حياتك، مثل ما راحت علي أنا. قال انبرعت ونطيت وما حطيت، وأنا أقول شهر عسل وشهر عسل وشهر عسل، وهي حبيبتي ليكني هاي آخرتها. لك صورة بالبدلة البيضة إلي ما في، شريط فيديو استعيد فيه بس ذكريات عرسي ما في. شو شفت أنا من حياتي؟ تعدميني ما شفت شي. يعني معقولة؟ وليش مو معقولة؟ معقولة نتجوز بدون حفلة عرس ولا شهر عسل ولا هدية مرتبة؟ أنا العرس لاثنين والمجانين 2000، ونأجيتي للصراحة شهر العسل ضحك على اللحى، لأنه ما في رجال متجوز بالعالم كله قدر يدوق العسل. بالعكس ما داء غير لسع النحل. بعدين الهدية المرتبة اجتك جاهزة من رب العالمين. أنو هدية؟ أنا بدك أحسن من هيك هدية اجتك من رب العالمين بعد كل هالسنين؟ شو عاد بدك أحسن من هيك؟ تمام على خير إن شاء الله. الله يسلمك خولة. وين رح تساوي لشهر العسل؟ وين رح تساوي؟ ايه شهر العسل وين يعني؟ ايه ناويين نطلع بكرة نواحي مشتى حلو وهالأراني هي يعني. ما بتقصري، عملتي زينة العقل. بس شوفي في كلمتين لازم تحطيهم حلقة بإذنك. شو هني؟ قال بيقول المثل ابنك على ما ربيتي وجوزك على ما عودتي. بقى مشان هيك أنا من أول يوم تجوزت قلت له لجوزي شوف أنا ما بطبخ. ايه وشو قال لك؟ قال لي شو؟ قلت له أنا هيك ما بطبخ. والله أول يوم يا سحر ما شفت شي، تاني يوم ما شفت شي، ثالث يوم ما شفته إلا فايت على هالمطبخ ومفوت معه سلة كبيرة مليانة خضرة ولحمة، وبلش بقى يقطع بهالخضرة ويفرم بهالبصل ويدق بهالثوم ويقلي بهاللحمة. من يوميتها لليوم هو بفوت للمطبخ وأنا بقعد بأرضي مرتاحة. معقول؟ بالعلامة تعي شوفي، بس لا تقطعي كندرتك شوي شوي. شوفت عينك. برافو عليكي، العرس ابدا. بس العرس رح يكون عالضيق لانه هالاسبوع توفى عم ابوه لخطيبي،
ومو حابين يكبروا الحفله. بتعرفي يعني الظرف ما بيسمح بحفله كبيره، والناس يعني بدها تبلش تحكي بس المهم انه في عرس عالضيق عالتقيل اسمه عرس، وانا هيك قلت لحالي. بس المهم هلا احفظي شو راح قلك. بيقول المثل من اول الدرب ولا من نصه. ايه انا اول ما تجوزت قلت له لجوزي شوف انا ما بجلي. ايه وشو قال لك؟ قال لي شو ما بتجلي؟ قلت له ايه انا ما بجلي. هيك اول يوم يا ستي ما شفت شيء، ثاني يوم كمان ما شفت شيء، ثالث يوم ما شفته الا واقف ورا هالمجله ورابط هالمريول قفا ظهره ونازل جلي بهالصحون وفرك بهالطناجر وتليف بهالكاسات ومأحلى. ومن ايامها هو بيجلي وانا بضلني قاعده بقرنتي وما حدا قدي. عن جد؟ ولو تعي شوف بعينك. كنت بزماني سلطة زماني عدى علي الهوى وهوى ورماني. كنت بزماني سلطة زماني. شو وين الاسوارة؟ ليش مالك لابستيها؟ قلت لحالي بلا ما روح بهجتها والبسها للسوق والصندوق. ايوه لكن بعد شي جمعة لما بدي اجي بارك لك بدي اشوفها بايدي. ان شاء الله. وكمان رفيقتي خولة وبنت عمتي جمانة قالوا نيجي باركولي، بقى يا ريت توقتوها مع بعض نتسلى سوا. هو هيك بس وينك قبل ما انسى، قال شرط بالحقلة ولا خناقة على البيدر. انا اول يوم تجوزت فيه قلت له لجوزي شوف انا ما بمسح. ايه وشو قال لك؟ قال لي شو ما تمسحي؟ قلت له انا هيك انا ما بمسح. والله قولي اول يوم ما شفت شي، تاني يوم ما شفت شي، ثالث يوم ما شفت لك اياه الا جايب هالسطل وجايب هالممسحه ونازل تنظيف بهالبلاط وتليف بهالحيطان وقلط بهالبلور. يا ريت بعدوا لي شوي حتى اكمل مسح اذا بتريدوا. طمنينا كيف لقيتي الجواز؟ يعني لسه ما بين شيء، بس المهم تكوني عملتي مثل ما قلت لك. ايه وما تكوني نسيتي نصيحتي. ها انا اول يوم اتجوزت قلت له لجوزي شوف انا لا بطبخ ولا بجلي ولا بمسح. ايه وشو قال لك؟ قال لي شو ما تطبخي وما تجلي وما تمسحي؟ قلت له انا هيك انا لا بطبخ ولا بجلي ولا بمسح. والله اول يوم ما شفت شيء، ثاني يوم ما شفت شي، ثالث يوم ها بلشت شوف شوي بالعين.